الكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد كلمنا عن الصليب، شايف ازاي الكتاب كلمنا عن الصليب وأهمية الصليب في العهد القديم والعهد الجديد؟ يمكن الصليب وصلب السيد المسيح كان علامة فارقة ما بين العهدين. يمكن في العهد القديم الصليب كان لعنة، يعني حتى كده في سفر التثنية بيقول ملعون كل من علق على الخشبة، كان صحيح. علامة لعنة، كان علامة ضعف، كان علامة خزل وخزي للإنسان في العهد القديم علامة الصليب. لما جه السيد المسيح وصلب على عرش أصبح علامة الصليب هي القوة، القوة اللي بنؤمن بها في كل لحظة. يعني كنيستنا الأرثوذكسية خاصة وكل الكنائس بتؤمن بفعالية الصليب، يعني إشارة الصليب تلاقيها موجودة في كل كنيسة، ده مش بس في كل كنيسة، أي صلاة بنبدأها برشم الصليب، لدرجة أن القداس نفسه في رشم الصليب 48 مرة بنرشم التقديس لما أبونا بيجي يقدس في القداس 48 مرة. الصليب يمكن إشارة بسيطة ورقيقة في العهد الجديد، لكن تحمل داخلها عقيدتنا في التأسيس والتوحيد. نحن نؤمن بإله واحد، عشان كده بنقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نحن نؤمن بإله واحد، لكن فصلنا بقى الأقانيم الثلاثة في الصليب. رشم الصليب حاجة بسيطة جدا لكن لها عمق، عمق في العقيدة، عمق في الطقس، عمق في الروحيات بتاعتنا. احنا لو وقعنا في مشكلة ولا ضيقة بنرشم الصليب عشان ربنا يبقى موجود معنا. بنصحى الصبح نرشم الصليب، لما يكون عندك مقابلة، عندك اي حاجة الصبح، اول ما تصحى تفتح عينيك ترشم الصليب، لان بتبتدي به يومك. حتى في الحروب الروحية يمكن كتير من القصص اللي بنسمعها، اول ما القديس كده يجي له حروب من روحية ولا حاجة يرشم الصليب، يلاقي قوة الشيطان قد خزلت، لان في علامة الصليب نفسها في قوة، ما أصبحتش زي العهد القديم هو الضعف، لا ده أصبح هو القوة، إشارة لقوتنا وعلامة للقوة في كل حياتنا وكل أفعالنا. بس ليه دايما الصليب مرتبط بمشاكل في حياتنا؟ يعني يقولك ده صليب في حياتك احتمله بشكر، دايما الصليب مرتبط بالألم ومرتبط بالمشاكل والضيقات. يمكن في جزء أساسي في حياتنا أن الصليب فعلا موجود في حياة كل واحد فينا، بس صحيح. موجود بشكل مختلف. الصليب هو إشارة واشتراك الألم مع السيد المسيح. السيد المسيح تألم عنا على عود الصليب وخلصنا ومات عنا وبذل حياته كلها على عود الصليب. فالطبيعي جدا أن احنا نتذوق ألم الصليب، ان يا رب الدين اسمح لي ان انا ابقى موجود معاك يا رب واحمل جزء من الام الصليب داخل جسدي او داخل حياتي الروحيه. في كل واحد فينا في حياته صليب معين، شكل الصليب يختلف، قد يكون مرض، تعب، ضيقه، الم، ضيقات وقتيه زمنيه، كل الحاجات دي عباره عن الصليب في حياه كل واحد فينا. مفيش حد خالي من وجود الصليب، لان لو ما كانش في ضعف الصليب او الام الصليب مش هيكون في مجد الحياه الابديه. السيد المسيح لم يمجد الا بعد الصلب، مش قبل الصلب. يعني لو لم يكن هناك صليب لم يكن هناك امجاد سماويه وابديه للسيد المسيح ولا لينا احنا كمان في حياتنا. صح. مفهوم الصليب في حياتنا ممكن نتكلم عليه ونقول ايه؟ الصليب في حياه كل واحد فينا لو بصفة شخصية يبقى ألامة، ألام، ضيق، أتعاب جسدية، أتعاب زمنية، أتعاب حاضرة، عشان ندينا مجد أبدي. فالطبيعي جدا يبقى في ألم. لو احنا مش بنمر بألم يبقى نراجع نفسنا، لو انت يعني ما فيش ألمات وضيقات عندك يبقى انت مش ماشي في الطريق الصح، لأن طول ما انت ماشي في الباب الضيق لازم يبقى في ألم وضيقات. يمكن السيد المسيح قال جملة مشهورة جدا ووصية كتابية، من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم. حمل الصليب لازم يبقى كل يوم، ان احنا يبقى فينا إماتة الجسد كل يوم، ان احنا نحتمل الضيقات من اجل اسم المسيح، مش عشان احنا وحشين ولا اشرار ولا بنضايق اللي حوالينا. احيانا بتبقى انت انسان مسالم وتلاقي الضيقات جات لك من بره، مجرد انك انت بس بتؤمن بالمسيح او انت قريب من المسيح او انت تقي في وسط مجموعه من الاشرار، يقول لك لا ده فلان ده مختلف عننا فلازم نضايقه عشان نمشيه. احيانا بيحصل ده كله في حياتنا، فدي علامة الصليب اليومية في حياتنا اللي لازم تظهر للناس بمجد سماوي. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، زي يكون الصليب هو موضع فخرنا. يمكن القديس بولس الرسول ابتدى بكلمة حاشا لي،
قديس بولس الرسول رغم علمه كان فريسي وكان مدقق وكان يهودي صميم وكان غني وكان له سطوة وكان له أمجاد وكان له معجزات، رغم ده كله ما افتخرش بأي حاجة دي، بل تخلى عن كل الأشياء ليفتخر بالصليب، رغم ان هو ما شافش صلب المسيح. يمكن الآية اللي قبل غلاطية 6:14 كان بتتكلم ان اليهود او المتهودين اللي أمنوا بسيد المسيح كانوا بيفتخروا بعلامة الجسد اللي هي الختان، وإن إحنا مؤمنين قبلكم، وإن إحنا وإن إحنا. فبولس الرسول عايز يغير المفهوم ده، عايز يقول لهم أنتوا بتفتخروا بحاجات مادية، بتفتخروا بختان الجسد، لكن إحنا الفخر الحقيقي واللي بجد والحق حقيقي هو الصليب. علامة الصليب هي اللي بتبقى فخر وقوة لينا، عشان كده ابتدى أما أنا فحاش لي، يعني قال لهم مش ممكن أفتخر بأي حاجة تانية في الدنيا، لو على المجد فلينا مجد، لو على الغنى فأنا غني، لو على المعجزات فأنا ليا معجزات، لو على اليهودي فهو كان مدقق، لو على أي حاجة في الدنيا كان يفتخر بيها. قال لهم بس أنا مش هفتخر بده كله، أنا هفتخر بحاجة الواحدة بس، هو الصليب في حياتي، صليب رب المجد. أمين. لو حضرتك حابب تقول لنا كلمة كده في نهاية الفقرة. يمكن في نهاية الفقرة أحب أختم بقى بجزء بقى بتسبيحة دايما بنقولها في البصخة وبتدل على قوة الصليب، لك القوة والمجد والبركة والعزة. يمكن دي أضيفت في الصلاة الربية وذكرت في بعض المخطوطات في الكتاب المقدس في متى 6. التسبيحة دي زي ما بيقول كده ابن السباع في القرن 14 بيقول ان التسبيحه دي كانت السيد المسيح هو بيصلي في بستان جثيماني، ظهر ليه الملاك. يمكن هي مكتوبه هنا ليقويه، لكن اول ما جه الملاك مش عشان يقويه ولا حاجه، لا ده عشان ياكد قوه السيد المسيح. صحيح. لما نظر اليه كده شاف المجد اللي موجود فيه السيد المسيح، المجد في اتضاع المسيح وصلبه وألامه، وابتدى يقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة، وابتدينا بقى نضيفها ونسبحها في كل وقت. تمام. أنا بشكرك جدا أستاذ بشوي القمص يونس الخادم بكنيسة العذراء مريم بالزيتون، نورتنا وصباح النور. صباح الخير، كل سنة وانت طيب.